أحباب كل مستمعينا، من كنتم أحبا بكم في برنامجكم إكسبريسو. معنا في ربط مباشر عبر الهاتف التونسي محرز بوسيان، سيد محرز بوسيان اللي تم انتخابه منذ شهرين تقريبا كعضو باللجنة الدولية الأولمبية خلال الدورة 141 للجنة الدولية الأولمبية، ويكون هكا ثاني شخصية تونسية تفوز بعضوية اللجنة الأولمبية، اللجنة الدولية الأولمبية بعد المرحوم محمد مزالي. معنا إذن سيد محرز بوسيان في المباشر بتبيعة كرئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية. صباح النور، مرحبا بك على موجات إكسبريس إف إم سي محرز. أهلا سي وسيم، صباح النور ليك والسادة المستمعين والمشاهدين كذلك لبرنامجك. شكرا، شكرا ليك ولتفاعلك معنا اليوم الصباح. سي محرز، باش نحكي وبعد شويه توا بتي كلاندوي اللي سابقه ايضا ترشح تونس للالعاب الشتويه، ولكن قبل خلينا نحكي على المنتدى الوطني للرياضيين اللي ينتظم نهار 14 و15 ديسمبر هوني في بلادنا في تونس. شنو هو المنتدى الوطني للرياضيين؟ اولا شكرا لك سي وسيم والاذاعه اكسبريس على اهتمامها بهالندوه هذه. المنتدى الهام، منتدى الوطني للرياضيين اللي باش يجمع كافه الرياضيين سواء القدامى اللي انهاوا المسيره نتاعهم او المبشرين والمسيرين الرياضيين. وهالتوجه هذا يستجيب لتوجيهات اللجنة الدولية الأولمبية اللي تعتبر الرياضي هو القلب النابض للحركة الرياضية والأولمبية وجوهر الاهتمامات نتاعها. يندرج كذلك هالمنتدى ده في إطار الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية الأولمبية التونسية 2022-2024 أفاق 2032. هالمنتدى هو ثمرة عمل وتنسيق بين لجنة الرياضيين ولجنة المساواة بين الجنسين صلب اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية بالتعاون مع إدارة التنظيم الأولمبي للجنة الدولية الأولمبية. منتدى هام لأنه فيه زوز محاور أساسية. المحور الأولاني يتعلق بالعداد الأولمبي، معناها وليداتنا توا وهم يستعدوا سواء للألعاب الأولمبية الشتوية اللي باش نشاركوا فيها لأول مرة في موفى شهر جانفي 2024 أو الألعاب الأولمبية الصيفية اللي باش تكون أواخر شهر جويليا وأوت 2024. والمحور الثاني اللي هو يتحدث ما نفكروش كان في اللي موجودين توا وابطالنا اللي نمارسوا، لا نحبوا ابطالنا اللي انهاوا المسيره الرياضيه نتاعهم كيفاش باش تكون يعني حياتهم ما بعد انتهاء مسيرتهم الرياضيه، ما يعبر عنه بالفرنسيه لا ريكونفيرسيون ديز اتليت. مهم ياسر، يعني اول مره ننظموا منتدى من هذا النوع. هذه ثاني مرة في الحقيقة، ولكن بهذه الأهمية وهذا التركيز لأول مرة يتنظم، خاصة وقت اللي باش نتحدثوا على مستقبل الرياضيين بعد انتهاء مسيرتهم الرياضية، لأن نطمنوا الرياضيين الحاليين اللي مباشرين، ولكن كذلك مددين لكل رياضي العب من أجل أعلى الراية الوطنية باش نخموا ونفكروا في مستقبله بعد انتهاء المسيرة الرياضية. في كلمة سي محرز بوسيان، أنت قلت هذا يندرج في إطار خطة استراتيجية هكا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية، شنو أهم ملامح وكيفاش تحط الرياضي؟ لأنه نعرف اليوم أنه اللجنة الدولية الأولمبية اللي أنت أصبحت عضو فيها، الرياضي هو القلب النابض للحركة الرياضية والأولمبية. بالضبط سي وسيم، احنا في اللجنة الوطنية الأولمبية وضعنا كتيب عنوانه الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية الأولمبية 2022-2024 وفوق 2032، ونتمنى باش يكون ورقة عمل لاستراتيجية وطنية توصل بينا حتى 2056 اللي هي محطة كبيرة في تاريخ تونس، يعني مئوية الاستقلال الوطني. من أهم يعني ركائز هذه الاستراتيجية هي إعداد أبرز الرياضيين يعني للألعاب الأولمبية في نطاق ما سميناه الأولمبيك تيم، يعني الفريق الأولمبي. اليوم كنا نخدم كان على الفريق الأولمبي للألعاب الصيفية اللي متعودين عليها، ولكن اليوم ولينا نحكيه على الفريق الأولمبي للألعاب الشتوية بعد ما كسرت تونس هذا الحاجز اللي كان بيننا وبين الثلوج. احنا تعرف ننتميه لفريقيا، وقت اللي تقول افريقيا تقول الشمس تقول الصحراء، ولكن اولادنا
ما يعيشوش كان في داخل حدودنا، عندنا اولادنا وعندنا جاليه كبيره تعيش في موجود الثلج ويمارسوا في الرياضه. واحنا في سياستنا، سياسه الدوله بصفه عامه، هي الاعتناء بابنائها داخل ارض الوطن، ولكن كذلك احتضان الابناء نتاعها خارج ارض الوطن. واحنا في اللجنه الاولمبيه اقتداء بهذا التوجه بطبيعه الحال من واجبنا باش نحتضنوا ابنائنا وابطالنا اللي هم مولودين سواء لام او لاب تونسي وام او لاب اجنبي، ولكن وقت اللي تولد يتربى على وطنيته وعلى محبته لتونس وهو عايش برا ويقول ما نلعب كان تحت الرايه الوطنيه. هذا نداء يوجه لنا من عند الشباب هذايا، ما نجمو كان نستجيبوا له وندوا له يدينا وناثروا. وذاك علاش يعني احنا توا اليوم ودينا نخدموا على زوز العاب اولمبيه في 2024، هذه اضافه نوعيه ترتكز على توفير معناها جزئيات اضافيه هامة للأعداد الأولمبي، خاصة فيما يتعلق بالأعداد البدني، الأعداد الذهني، المتابعة الغذائية، وكذلك الإحاطة الاجتماعية، لأنه يعني برشا رياضيين ظروفهم الاجتماعية صعبة. هذه تكملة لأنه البرنامج الأساسي في يد الدولة، المال العام في يد الوزارة، ميزانية الوزارة، ميزانية الجامعات، الجامعات اللي تشوف زاد مستشارين ورؤساء الجامعات اللي نوجه لهم تحية، ناس مناضلين كذلك يقدموا في عمل كبير. احنا في اللجنة الوطنية الأولمبية نكملوا هكا نخدموا على لي ديتاي اللي ما تلقاهمش عند الرياضيين العاديين، لي ديتاي نتاع لا سوبر إليت اللي هي مبوءة باش تطلع على منصة التتويج سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الأولمبي. هذا المحور الاولاني بالاساس اللي قاعدين باش نخدموا عليه في هذا المنتدى. تقول لي المحور الاول دونك الاعداد الاولمبي، به شو المحور الثاني؟ المحور الثاني باش نتحدثوا على مستقبل الرياضيين اثر انتهاء مسيرتهم الرياضيه، وهذا معناها ثم لجنه كبيره في اللجنه الدوليه الاولمبيه يعني اللي هي بالريكونفيرسيون ديز اتليت، معناها نتحدثوا على مستقبل الرياضيين بعد ما يكملوا مسيرتهم، كيفيه اعداد رياضيين نخبه في اخر مسيرتهم باش يصبحوا اما مدربين اما مسيرين اما رجال اعمال وباعثين مشاريع. هذاك علاش المنتدى باش يوفر فرص حقيقيه للعمل في مهن الرياضه او لبعث مشاريع. وفي هذا الصدد باش تكون لنا مساهمات من قبل اللجنه الدوليه الاولمبيه والجامعه الفرنسيه لكره اليد من خلال عرض خبراتهم في مجال لا ريكونفيرسيون معناها ديزاتليت بعد ما تنتهي المسيره نتاعهم. كذلك باش تكون عندنا مجموعه من الورشات دي بانيل يشارك فيها جمله من الابطال مثل البطله حبيبه الغريبي اللي التحقت باللجنه الوطنيه الاولمبيه واصبحت احد عناصرها الفاعله، البطله نهال شيخ روحو، البطله مروه العامري، البطله عزه بسباس، اللاعب الكبير لكره اليد وقائد الفريق هيكل مجنم اللي هو معناها مستوى تعليم عالي، وهيكل مجنم اللي هو رجل اعمال الان يعني ناجح في تونس. كذلك ثم عدد من الخبراء في مجال دراسات المشاريع وبعثها مثل السيد يوسف القرطبي اللي هو معناها مسير كبير معناها في الرياضه في كره اليد، وهو كذلك على راس مؤسسه ماليه هامه وعنده تجربه كبيره. كذلك السيد محمد صالح فراد. ثم عندنا الجامعه الخاصه اسبري اللي باش تستعرض امكانيات التكوين الاضافي للرياضيين في عديد المجالات. احنا اسبري كلجنه وطنيه اولمبيه اليوم عندنا معاه انا كور استراتيجيك كيفاش نطوروا احنا العمل نتاعنا في اللجنه الاولمبيه وعمل الجامعات على المستوى معناها معناها الخبره المعلوماتيه. وعندنا دي بلاتفورم قاعدين نعملوا فيها مع بعضنا اللي باش يكون فيها معناها كل المعطيات الخاصه بالرياضيين نتاعنا، باش تكون كذلك بلاتفورم خاصه بالتعاون وتبادل المعلومات بين اللجنه الاولمبيه والجامعات، ولكن باش تكون معنا شريك في اعداد الرياضيين المباشرين حاليا للمرحله بعد انتهاء يعني المشوار الرياضي نتاعهم. وهدف المنتدى في نهايه الامر هو تحميس الرياضيين يعني لايجاد حلول حقيقيه تاهلهم وتخليهم يستعدوا للحياه المهنيه بعد انتهاء مشوارهم الرياضي، علما وانه اللجنه الاولمبيه توفر امكانيات لمرافقه البعض منهم لبعث مشاريع حتى يوليوا رجال اعمال ويتلقوا تكوين اضافي. واللجنه الاولمبيه راه مش كان واجبها تعتني بالرياضيين المباشرين توا، لا واجبنا باش نعتنيوا بالرياضيين اللي كملوا المشوار نتاعهم لانهم جنود قاتلوا تحت الرايه الوطنيه، من واجبنا احنا باش نحتضنهم بعد ما ينتهي مشوارهم الرياضي.
يعني كان نلخص سي محرز بوسيين، ذكر مستمعينا اللي التحقوا بنا دونك عضو اللجنة الدولية الأولمبية ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، تنظموا نهار 14-15 ديسمبر المنتدى الوطني للرياضيين، دونك اللي هو يندرج كما قلت انت قبيكا في إطار الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية الأولمبية التونسية. وهوني زوز محاور مهمين، محور كيفاش وهم رياضيين تحضروهم وتعطيهم الإضافة، دونك توفير كل ما لازمهم معناتها الاعداد الاولمبي، خاصه فيما يتعلق بالاعداد البدني، الاعداد الذهني، المتابعه الغذائيه، الاحاطه الاجتماعيه الى اخره. ومحور اخر من بعد، يعني من بعد الكارير نتاعو، كيفاش شنو الافاق اللي عندهم، وهذا الكل عن طريق شركات معناتها كما كنت تفسر فيهم. هي دونك هذو من المكونات الاساسيه للمنتدى الوطني للرياضيين، مفتوح دونك للرياضيين، للرياضيين، مفتوح للمسيرين، ومفتوح لكل من له اهتمام بهذا الموضوع، سواء رياضيين كملوا مشوارهم ولا رياضيين مباشرين. باش يكون منتدى يومي 14 نهار كامل صباح وعشيه، ويوم 15 صباح كامل. مرحبا بهم. فين سي محرز؟ في نزل الماريوت في السونتر نار. مرحبا بهم، يكونوا ضيوفنا. وتبارك الله عليك سي وسيم، يعني بعد ما تكلمت انا معناها لخص الامر في حاجتين هامين، احنا مع الرياضي وهو يرفع في الرايه، واحنا مع الرياضي بعد ما يسلم الرايه للي جا بعده يلزمنا نتلهاو به ونشوفوا شنو المستقبل. يعطيكم الصحة، وكما وعدت المستمعين من الأول حبيت نختم بأن كلانداي سي محرز بوسيان للشباب التوانسة اللي ترشحوا، دونك أول مرة تونس في تاريخها تترشح للألعاب الشتوية. دونك شاب تونسي ممكن نسمعوا به أكثر، ومن بعد ثم التحقوا به زوز رياضيات ايضا اخرين ولكن في نفس الاختصاص. دونك كان تعطينا تفاصيل. زوز رياضيات في نفس هذا مشروع يعني حملته اللجنه الوطنيه الاولمبيه من اول يوم. كانت لي محادثه مع رئيس جمعيه اللجان الوطنيه الاولمبيه الافريقيه سيد مصطفى براف لاعداد بعض الرياضيين من بعض البلدان الافريقيه باش يشاركوا في الالعاب الاولمبيه الشتويه للشباب اللي بتصير في جينغوان في كوريا الجنوبية في موفى شهر جانفي المقبل، وتتوصل حتى لبداية شهر فيفريو. وثم فونداسيون موجودة كورية لدعم المشروع ده، شاركت عدة بلدان أفريقية ولكن تونس بقى البلد اللي معناها أثر على هذا. واللجنة الأولمبية انخرطت في اللجنة الدولية للبوب سلاك وحملنا هذا المشروع، وطلبنا من التضامن الاولمبي سوري دارت اولمبيك ان تموله، وحصلنا على التمويل اللازم. اللجنه الاولمبيه كلفنا السيد ايهاب عياد اللي هو تونسي ومقيم في الخارج، كلفناه حتى يكون مرافق لهؤلاء الرياضيين وتكفلت به ومصاريفه ومصاريف كل الرياضيين اللجنه الوطنيه الاولمبيه. وكانت المهمه ناجحه. اليوم تونس لاول مره باش تكتب باحرف من ذهب يعني في تاريخ الالعاب الاولمبيه الشتويه، اول مشاركه لها. نحب نقول افريقيا ما هي الشمس وهي الصحراء وهي الدفاع، ولكن شباب افريقيا اينما وجدوا هما الرياضه، هما التحدي، هما رفع التحديات، هما النجاح. احنا في تونس رافقنا ابنائنا سواء في الداخل، احنا نزود بنات معناها اللي ترشحوا توفي غربال وبي المقراني مقيمات معناها زوز يقيموا في تونس راه معناها الا جوناثان لوريني يقيم في السياد، وكذلك عندنا مدرب سويدي ان شاء الله باش يكون معاهم في هذه الالعاب باش نوفروا لهم كل الامكانيات. مبروك على تونس، مبروك على الرياضه. زوج بنات اللي مقيمين في تونس معناتها كيفاش بالضبط عندهم وين يتدربوا هوني ولا؟ سؤال حلو يقول قايل احنا ما عندناش ثلج ما هما فيش. لا راهو الاستعداد للرياضيين يمارسوا رياضتهم على الثلج مش بالضروره يكون على الثلج، لانه الاعداد البدني والاعداد الفني ثم مراكز تتعمل في بلدان. انا عندي توا في مفاوضات متقدمه مع الفونداسيون كوريان سيد كوريان هذيا باش نعملوا مركز للاعداد البدني وللتحضيرات للالعاب الشتويه ان شاء الله في تونس باش يمولوا هنا. وانا في انتظار معناها باش نمشي لكوريا ان شاء الله، نمشي لكوريا لهذه الالعاب الشتويه بطبيعه بسيفتي يعني عضو اللجنه الدوليه الاولمبيه، وكذلك ثم مسؤولين من اللجنه الاولمبيه
مش يكونوا موجودين. ان شاء الله ننجزوا هالاتفاق هذا، ولكن الممارسه هي اللي تصير على الثلج. اذا نراو انعدام الثلوج في تونس ما يمنعناش باش تكون عندنا مراكز للتاهيل الرياضيين نتاعنا لممارسه الانشطه الرياضيه نتاعهم على الثلوج، وهذا شيء معروف وما يطرح حتى مشكل. يعطيك الصحة سي محرز بوسيان، شكرا ليك ولتفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو، وان شاء الله بالتوفيق دونك في التنظيم هذا. نذكر 14 15 ديسمبر الموعد يكون مع المنتدى الوطني للرياضيين، يعتني في محور اساسي ليه بالرياضي وهو يمارس في الرياضه نتاعو، وفي محور اخر بالما بعد الرياضه والكارير نتاعو، دونك كيفاش يكمل، شنو الافاق اللي متوفرت له. شكرا لك سيد محرز بوسيان. اقعدوا معنا مستمعينا، مازلنا مواصلين في برنامجكم اكسبريس.